من فضله لما صفى ذهبا ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسبا. فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تضفر يداك به واستعجل الطلبا. لله در فتان أنسابه كرم، يا حبذا كرم أضحى له نسبا. هل المروءة إلا ما تقوم به من الدمام وحفظ الجار إن عتبا؟ من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا، محضا تحير في الأحوال واضطربا. من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا، محضا تحير في الأحوال واضطربا. قيمة كل امرئ ما يحسنه. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا بين يدي حكم لباب مدينة العلم وباب دار الحكمة، كما أسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صححه بعض أهل العلم وأفرده البعض الآخر بأجزاء حديثية ومصنفات تخصه. إننا بين يدي حكم نستنير بها في طريقنا، ونستضيء بها في سيرنا في حياتنا وفي سيرنا إلى الله عز وجل. إنها حكم في حياتنا الاجتماعية، وحكم في سيرنا إلى الله، وحكم في شتى أنواع الحياة. إننا بين يدي حكمة نستهلها في مجالسنا هذه وقف أمامها العلماء وقفة إجلال. تلك هي مقولة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قيمة المرء ما يحسن. هذه الحكمة، وقبل أن نتأمل معانيها نقف أمام إكبار العلماء لها، فنجد الإمام ابن عبد البر يقول: لم أجد بعد كلام الله وكلام رسوله في كلام الناس ما هو أحسن من هذه الحكمة. ونجد الجاحظ يقول أن هذه الكلمة أحكم حكمة وقف عليها، ويطيل الكلام في البيان والتبيين الذي يقول فيه أن القارئ لكتابه لو لم يقف إلا على هذه الكلمة لكان كافيا. فهي كلمة كافية قد أفادت بالمطلوب، وقد حوت من المعاني ومن الفوائد ومن الثمار ما يستنير به الإنسان في حياته. ونجد الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول أنها أحث كلمة على طلب العلم، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم والمعرفة الذين عرفوا أن هذه الحكمة لا توزن بها حكمة ولا تقرن بها كلمة بعد كلام الله وكلام رسوله، لأنها كلمة ممن نشأ في بيت النبوة وفي من تربى في أحضان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولذلك سارت هذه الكلمة سير الأمثال في البشر، حتى أن كثيرا من العلماء جعلها في شعره وفي معين نظمه. فنجد القائل يقول: لا يكون الفصيح مثل العي، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. وبعضهم ينسب هذه الأبيات للخليل بن أحمد الفراهيدي، إلى غير ذلك من الشعراء الذين أدرجوا هذه الكلمة في أبياتهم. لكن الانتشار كان للامية عمر بن الوردي الذي يقول:
قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منها أو أقل. وانتشرت هذه الحكمة ليعرف الناس أن موازين الشريعة وموازين أهل الإسلام ليست كموازين غيرهم، إن موازين الشريعة وموازين الرسالة وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقي بالاً إلى المناصب ولا إلى الجاهات ولا إلى الأنساب ولا إلى الأموال، بل تعطي القيمة للنفع والإحسان. هي القيمة الحقيقية، قيمة الإنسان ما يحسن، ليست قيمته ما يظن به، وليست قيمته الأوراق التي يحملها، وليست قيمته ما يتشدق به أو ما يوهم الناس أنه قائم به، بل ما يقوم به حقيقة وما يحسن به إلى غيره مما يعود بالنفع دينيا أو دنيويا، هو القيمة التي تزكو به نفسه، هي القيمة التي ينبغي أن يبحث عنها كل إنسان في نفسه، ويكون ميزانه للآخرين، ويكون نظره إلى الآخرين مبنيا على هذا المقياس وعلى هذا الميزان وعلى هذه النظرة الفاحصة. فهذه الحكمة تستحث وتستخرج من البشر أن يكونوا طلابا لمعالي الأمور، أن يكونوا باحثين عن أشرف الرتب وأرفع الدرجات، لأنهم يعلمون أنها المقياس الذي سيكونون فيه. وفيها أيضا تبيين للعاقل عما قد يغفل عنه من أمور يستطيع أن يستكمل بها أمور نفسه وتزكية نفسه لكنه يغفل عنها. وفي ذلك يقول القائل: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يكون الإنسان باحثا عن مصادر إحسانه للآخرين وعن مصادر إحسانه لمن حوله من أهل أو أولاد أو من يعاشرهم في عمل أو في بيئة أو في أي مجال من المجالات، مدى إحسانه هو مدى قيمته ومدى رفعته عند خالقه جل جلاله وفي البشر الذين يعايشهم والذين يقيم معهم. فليس الإنسان فخره بالعظام البالية كما قال بعض الحكماء، بل بالهمم العالية. هذا هو الفخر وهذا هو المجد وهذا هو الذي ينبغي أن يقوله الإنسان وأن يعمله وأن يصر عليه، كقول القائل أيضا: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي غرس هذه المعاني العالية وهذه الهمم العلية في أنفس أصحابه من الإمام علي ومن العشرة المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار، في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: الخلق عيال الله، من يعولهم، من يطعمهم، من يسقيهم، من يجعلهم يتنفسون ويتحركون ويعملون كل، فلا حركة ولا سكون إلا بقدرة الله وإرادة الله ورحمة الله. فالخلق عيال الله، عالة على خالقهم وأحبهم إلى الله. معيار المحبوبية ومعيار الرفعة ومعيار الجلال عند الله عز وجل والإكرام، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، الذي تتزكى نفسه ويصير مصدر نفع ومصدر إحسان ومصدر عطاء، هو الذي يرتفع عند خالقه جل جلاله وتعالت عظمته. فالواقف أمام هذه الحكمة، قيمة المرء ما يحسن، يدرك أن ذاته إما أن تتلوث وتكون مصدر أذى للغير والعياذ بالله، وإما أن تتزكى فتكون مصدر عطاء ومصدر نفع ومصدر إنعاش وإدخال للسرور على الآخرين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون محور نظره هي هذه البضعة التي هي محل نظر الله، فيخليها وينقيها عن كل النجاسات والقاذورات ويحليها بكل الصفات الشريفات. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن في الجسد بضعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت
فسد الجسد كله. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأرواحنا وسرائرنا، وأن يعيننا على أن نحسن إلى من حولنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. لو صيغ من فضة النفس على قدر لعد من فضله لما صفى ذهبا، ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسبا. فاطلب فديتك علما تسب أدبا، تطفر يداك به واستعجل الطلبا. لله در فتان ننسابه كرم، يا حبذا كرم نضحى له نسبا. هل المؤمن